وأما السلفيون فهم من كان على منهج السلف الصالح. من كان على منهج السلف الصالح يقال له سلفي، ما على منهجهم حقيقة، ما هو انتساب فقط أو ادعاء، وإنما على منهجهم حقيقة، هذا هو السلفي. هذا سائل يقول: ما هو السن الخطير الذي يكون الشيطان فيه حريصا على إغواء الشاب إما بالشهوات أو الشبهات؟ أفيدونا بالنصح حفظكم الله. الفتنة للإنسان لا تزال به ما دام حي، ولا يزال الشيطان حريص على فتنة الإنسان، لكن لا شك أن هناك فترة هي من أشد الفترات على هذا الإنسان، وهي كما يقال محك مصير هذا الشاب. وهذا يعرف من الأدلة الشرعية وبخبرة الناس وكذلك علوم أهل الاختصاص. فمما ذكر في ذلك ثلاثة فترات هي من أخطر مراحل الإنسان. أولها الطفل في نعومة أظفاره ما قبل سن الكلام، فيقولون أن الطفل في هذا السن يكون مخزنا يستودع كل ما يراه ويسمعه، حتى ذكر بعض الاختصاص أنه ليس من الصواب أن يسلم أمثال هؤلاء الأطفال للحضانات، لأن تسليمه للحضانة معناه تأسيس شيء على خلاف ما تحب أنت لولدك، لأن هذا هو سن التأسيس لهذا الطفل. فهي اللبنات الأولى في حياة هذا الطفل، قد يرى شيء أو يسمع شيء لا يرتضى، فلهذا ينبغي ألا يوضع إلا في أيدي أمينة. والسن الثاني أو المرحلة الثانية مرحلة المراهقة، وهو ما قبل سن البلوغ إلى قريب من سن الرشد، إلى قرابة 18 أو 20 وما قبل البلوغ. فإن هذا السن كذلك من أخطر مراحل الإنسان، حتى قال بعضهم أنه سن الجنون، فالعقل يكاد أن يفقد، ينشغل الجسم ببناء الجسم فيضعف عند ذلك العقل، وتظهر الآراء الغريبة والأفكار والخواطر الشاذة، ويأتي سوء الظن وغير ذلك من الأوهام في هذه المرحلة الحرجة. فلذلك ينبغي أن يعتنى بالذكور والإناث في هذا الوقت أعظم من غيره. وأحيانا يكون الاعتناء بالشدة، وأحيانا يكون الاعتناء بالرفق، والأب والأم أعرف بالأصلح في هذا الباب. والمرحلة الثالثة هي مرحلة مؤقتة، وهو ما يكون في أوقات الحرج والامتحان. يحصل للإنسان مراحل في حياته ينبغي أن تراقب هذه المراحل، يعني مثلا موت قريب قد يكون سبب في نقلة هذا الإنسان وتغير حياته، أو كذلك إخفاق في تعليم، أو كذلك انتقال من بلد إلى آخر، أو غير ذلك من العوارض الذي يكون كذلك سببا في دخول
شيء من فتنة الشهوات والشبهات، فأمثال هذه العوارض كذلك ينبغي أن تكون في الحسبان، والله تعالى أعلم.